أيها الأخوة الأعزاء، مشاهدينا متابعينا، نلتقي بالكابتن كامل المر، أحد كبار النجوم على مستوى الكرة السعودية والمنتخبات السعودية، والذي شرفنا بحضوره اليوم في هذه المناسبة، مناسبة تدشين بطولة غليلي الكبرى. كابتن كامل، طبعا هذه البطولة إهداء إلى مكة ورياضة مكة وشباب مكة، وأنتم حضرتم وشاهدتم، كيف هي رسالة هذه البطولة وإلى أي تطلعات ومدى ستصل هذه البطولة، وما هو تعليقكم على كل ما شاهدتم في هذا اليوم يوم التدشين؟ أول شيء سعيد جدا بالدعوة هذه، يعني زي ما انت عارف انت اي شيء ان شاء الله بيصير في مكة بنكون احنا اول الحاضرين في الموضوع، لانه مكة تستاهل واهل مكة يستاهلوا، وهذا شيء مو غريب، واحنا تعودنا دائم من رجالات مكة البطولات هذه اللي بتثلث صدور اهل مكة. حقيقة ربما في هذه السنة اللي مضت احتاج الشارع الرياضي او الجمهور الرياضي الى بطولات ذات الزخم الكبير من خلال الاعلان، هل ترى ولمست عن ان هذه البطولة قادمة ربما لتغطي حاجيات المدرج؟ والله يا حبيبي شوف، تنظيم البطولة باذن الله حيكون تنظيم يعني ما شهدته مكة قبل كذا باذن الله، يعني البطولة يعني إعلانها وحجمها بإذن الله حيكون مساعد لجلب جمهور إن شاء الله، يعني جمهور مكة ما يحتاج إن شاء الله ذواقه على طول متواجد في أي حدث يكون موجود، وبإذن الله نتمنى لأخوي غليلي التوفيق في البطولة، وبإذن الله نشوف بطولة إن شاء الله تليق بسمعة مكة وأهل مكة بإذن الله تعالى. كامل المر موجود لاعب فيها؟ والله إن شاء الله بإذن الله مع نور؟ والله إن شاء الله بإذن الله تعالى حبيبي. الله يديك العافية. آمين وياك حبيبي.